انترميديت فيلمنت. يجي لك سؤال بعد سنة ديسكرايب، مجموعة دي من ديسكرايب، ديسكرايب يعني اوصف او اكتب ما تعرفه عن، دي نفس المعنى. ديسكرايب انترميديت فيلمنت، متعودين دايما عندنا ال ام وعندنا اي ام، والمرات حاجه اسمها تايدز مش مكتوب عندنا وظيفتها، هناخد وظيفتها في مكانها لما نيجي ندرسها بالتفصيل. يبقى الانترميديت فيلمنت بالال ام حضرتك بشوفها ازاي؟ مزاياها زي الفيلمنت، يبقى سيلفر او اميونو سايتو كيميكال بس. يبقى الال ام هتزود عندك كلمه سيلفر، فكان قايلها في المقدمه ان الفيلمنت كان بي ستيند باي سبيشال ستين، سيلفر او اميونو هيستو كيميكال. نيجي بالاي ام، بالاي ام اتفرجت على الديامتر بتاع وان فيلمنت لقيته من 10 ل 12 نانومتر، مفيش تعارض يا جماعه. بالاي ام تتفرج على خيط واحد وان فيلمنت، فلقينا الديامتر كام؟ 10 12. امال انت بتتفرج ايه بالال ام؟ لما يتجمعوا في باندل، لما يكونوا مجموعه، لما يكونوا مجموعه الديامتر هيزيد لحد ما يوصل حاجه اسمها قوه اظهار مين؟ اللايت مايكروسكوب. فهمني يا صوت كده فاكر ان مفهومه ضمنا استحاله تشوف خيط بالال ام. فبالال ام لما يتجمعوا لازم اسبغهم، ما تنفعش معاهم الاتش ان دي مش هتصغرهم، بسبغهم بايه؟ سيلفر، سيلفر او اميونو سايتوكيميكال. جيت بالاي ام شفت الخيط لقيت الدايمتر كام؟ من 10 ل 12 نانومتر. جيت اتفرج على التايبز لقيت عندي خمس انواع كلهم ايم اهو، كيراتين موجود فين؟ في السكن. اللي مش عارف انت مكانها ايبيثيليوم، الاثنين صح. الكيراتين، الياف الكيراتين اللي موجوده في الشعر، اتفرج على الاعلان بتاع الشامبو تلاقي مكتوب ايه؟ بيحمي الكيراتين، بيقوي الكيراتين، هو اصلا عباره عن كيراتين عشان يحمل ايه؟ الشعر، والشعر ده هو الاسكن ايبيثيليوم. يبقى رقم واحد كيراتين موجود في السكن او ايبيثيليوم. رقم اثنين فيتامين دي، قالك موجود في الخلايا اللي جايه من الميزنكايم، قلنا نكتب مكانها كونكتيف تيشو حتى نخدها بالتفصيل. فيتامين دي موجود في الخلايا اللي جايه من الميزنكايم، اسمها تاني ميزنكايم، فبنسميها ميزنكايمال ان اوريجين اللي هي الكونكتيف تيشو اللي هو تاني تيشو. رقم ثلاثة ديسمين، على وزن اكتين اهو، ديسمين اكتين كلها الياف، موجود فين؟ في الاسموس مصر، في المصر وخلاص لحد ما ناخد مصر بالتفصيل. اخر نوعين موجودين في النيرفس تيشو، واحد موجود بصفه عامه اسمه جلايال فيلمنت، واحد اسمه نيورو فيلمنت. النيورو قالك موجود في النيرفس البادي اند اكس بروسيسز، انت مكانها نيرون. عارفين النيرون؟ حد يقول لي ترتيب النيرون؟ سيل بادي وبروسيس، البروسيس اللي هي اكزون وايه؟ تندرايت. ففيها نوع من انواع الفيلمنت هيكل بنسميه نيورو فيلمنت. يبقى اذا الانترميديت فيلمنت كام نوع؟ خمسه، وديامتر كام؟ 10. احفظها كده، خمس انواع و10 نانومتر الدايمتر. سؤال ريتك انترميديت فيلمنت ال ام، حد يقول سيلفر نيورو فيلمنت؟ الاي ام شفنا دايمتر فقط على 10 12 نانومتر. التايبس كام نوع؟ خمسه. طب كيف التيشوز المختلفه؟ في نوع موجود في السكين او الايبيثيليوم يبقى اسمه ايه؟ كيراتين، كيراتين. نوع موجود في الكونكتيف تيشو فيتامين، نوع موجود في المصل ديسمين، ونوعين في النيرف، واحد اسمه جلايال فيلمنت موجود في النيرف تيشو بصفه عامه، ونوع متخصص في النيرون اسمه نيورو فيلمنت. سهله؟ الصفحة مكتوب عندنا رقم اثنين سايتوبلازميك انكلوجن. ده رقم واحد ايه؟ واحد اورجانيل. لو انت بتذاكر مكتوب رقم اثنين دي بتاعت مين؟ يبقى رقم واحد اورجانيل، رقم اثنين سايتوبلازميك انكلوجن. في عندنا باراجراف كده اسمه عليه ديفينيشن سايتوبلازميك. اول حاجه ديفينيشن. النقطه الثانيه طيب، ديفينيشن هنا مهمه قوي 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 كمان.
ولما اسالك في الامتحان يطلع اسمك جملتك في انكلوجن ما تقعدش تترجم بالعربي معناها بالعربي المتضمنات ومحتويات خلويه ايه الكلام التافه ده لا تعريفها ايه تعريفها اربعه نوع اول حاجه نوت بيرمننت يعني نوت بيرمننت غير دايما تبقى ايه مؤقتة فطبعا عندك تيمبورالي تبقى عليها نوت بيرمننت في نفس المعنى تيمبورالي يعني مؤقتة يعني نوت بيرمننت رقم اثنين بالنسبة للمباراة نون ليفنج يعني ايه؟ مش عايش جماد جماد زي الفرس كده وبالتالي ادي اول حصة طب حاول تجيب لك بص وتقعد في اي مكان بقى نون ليفنج يعني جماد نون ممبرينوس يعني نون ممبرينوس مش مغلفة بس كتب لك فيه شويه مغلفين حاجه اسمها بيجمنت جرانيول اكسبت البيجمنت جرانيول نون ليفنج هنا فيها كلمه نوت ميتابوليك اكتف ملهاش اي علاقه بالميتابوليزم يعني لا بتستهلك ولا بتطلع ويست جماد لا لا خالص ايه ايه تعريفها مؤقت ماي اورجانيزم كانت ايه بيرمننت ينفع لها خليه من غير سيل ميمبرين استحاله ينفع لها خليه من غير ميتوكوندريا من غير ار اي ار من غير اس اي ار من غير ما ياخد حاجات دي بيرمننت لو اختفت يبقى الخليه تموت في حل تاني اما الانكلوجن خلايا تحتوي على انكلوجن وخلايا لا تحتوي على انكلوجن حاجه نوت بيرمننت تمبوراري وهنفهم دلوقتي ازاي يبقى رقم واحد ايه مؤقته temporary not permanent رقم 2 non living غير حيه عامله زي الجماد رقم 3 not membranous كانه بقارن لك بينها وبين الاورجانيلز يعني الاورجانيلز living وpermanent يعني essential to life not membranous هناك كان في نوعين membranous ونون membranous هنا كلها not membranous ما عدا شويه اسمهم ايه pigment granule فاهم pigment سابقه بس طبيعيه يعني ممكن في مكانها ناتشورال ستين بس بيجمنت احسن ايه الفرق بين بيجمنت وستين الستين دي حاجه كيميائيه ماده مصنعه اما البيجمنت حبيبه ملونه تلوين طبيعي زي الهيموجلوبين كده عشان نعتبره بيجمنت بيجمنت يعني حبيبات ملونه اخر حاجه ايه نوت ميتابوليك اكتف يعني ايه يا جماعه ما بتستهلكش طاقه خلاص لانها نون ليفنج نقول التعريف تاني عشان مهم رقم واحد temporary هنحفظها ايه non permanent احنا قسمنا اثنين واربعه نقط ادي اول حاجه non permanent اللي هي temporary رقم 2 non living component of the cell not membrane bound not associated by membrane not membrane non membrane كلها مترادفات ما عدا ايه بعض البيجمنت جرانيول بعض البيجمنت جرانيولز اخر حاجه ايه no metabolic active لغات الام سي كيو هي ميتابوليك انر تبقى صح ولا غلط؟ صح يعني انر؟ انر نوت اكتف انر تاكدها لكم انر من حقك تسال في معناها في الامتحان لو لقيت اي كلمه في الام سي كيو كلمه انجلش عايز اعرف معناها اسال فيها عيد هيقول لك ما تخافش انر يعني نوت اكتف انر يعني كامله كده احنا خلصنا التعريف ندخل على انواع ده الهم رقم واحد قال لك ستورد فود بتيجي على العربي خزين ستورد فود او ستورد ميتابوليك برودكت يعني يا جماعه لازم الخليه تحط جواها خزين عشان تستخدمه وانت صايم ما انت بتاكلش 24 ساعه وانت صايم الخليه بتطلع حاجات وتستهلكها يبقى ستورد ميتابوليك برودكت او ستورد فود فعلا هذا الخزين مؤقت دلوقتي خزنت معانا دلوقتي الخزين لما تستهلكه هيروح فين هيختفي اهو هيختفي خلاص اهو حاجه مؤقته يبقى ستورد فود يا دكتور لقيتك مكان ولا ايه هي الخليه لما تحب تخزن تخزن ايه يعني خزن البايو رقم واحد كربوهيدرات رقم اثنين ايه؟
ليبل رقم 3 ايه؟ بروتين. هو ده الخزين. الكربوهيدرات بيخزن في صورة جلايكوجين، بس عامل كده هسميها جلايكوجين ايه؟ جرانيول. حبيبات النشا بالعرب، حبيبات. طب والليبد في شكل نقط اكبر، عارفين سميناها ليبد ايه؟ الدروبلت يعني بالعربي. قطرات، قطرات دهنيه اهو، ليبد دروبلت. اما البروتين بنخزنه برضه في سكريشن جرانيولز، حبيبات بتتفلت بره الخليه. برقم واحد ستور دي فود، عباره عن ليبد وكربوهيدرات وبروتين. يا جماعة يا ريت الناس تيجي بدري، يا ريت يا شباب. انا بعدين هقول 9 وربع ما ندخلش حاجة، صح؟ بس في ناس جاية من 9 الا ربع، من 9 الا ربع قاعدين. انت لسه ما وضحتش عليهم 8 ونص. ولا نعمل ايه؟ 7 ونص. رقم 2 فكرة، رقم 2 بيجمنت جرانيولز، يعني الوان جوه الخليه. وهذه الالوان في احتمالين، اما الخليه تكون صنعتها فبنسميها اندوجينس. يعني اندوجينس معناها فورم باي ذا سيل، اندوجينس يعني من جوه الخليه صنعتها. ودول ثلاثه، وبيبقى لونها احمر، هيموجلوبين لونها احمر، ده سبب لونه احمر بتاع الدم. ميلانين لونها ايه؟ اسود، موجوده في الجلد، ميلانين. واخر حاجه، حاجه غريبه قوي اسمها ليبوفيوسين بيجمنت، دي اندوجينس. طب ما لو جايه من بره الجسم، اكزوجينس، والكلمه بتبدا بحرف السي، كاروتين. الحبيبات اللي لونها اورنج موجوده في الجزر، كاروتين. او الكربون اللي هو لونه اسود موجود في الايه؟ في الفحم، في الدخان، في السجاير. اخر حاجه كريستالز، يعني حصوات. وبدات اعيد الكلام تاني. فدي يا جماعه حوض السمك، ده هو كده السيتوبلازم، عامل زي حوض السمك. في سمك الحاجه دي ليفنج وبيرمننت. هو ينفع من غير سمك اسميه حوض سمك؟ اسميه حوض سمك لازم يكون فيه سمك، فاي حاجه بيرمننت تمام وليفنج. اما تكون ممبرينس، اما تكون ايه؟ هو ده السمك. في حاجات تانية في الحوض غير السمك سميتها ايه؟ انكلوجن، زي الاكل بتاع السمك سميته ايه؟ ستورد فود. حاطط شويه حاجات تلون الحوض اسمها ايه؟ بيجمنت. حصى اللي بتحطه في القعر الحوض من تحت اسمه ايه؟ كريستال. هو ده معنى كلمه انكلوجن. خلاص؟ ينفع الحوض يكون من غير ستورد فود؟ اه. ما بيجي السمك فود كله وخلصه، اصبح كده الستورد فود اخباره ايه؟ اكسنت، خلص. السمك هيجوع، هيجوع طبعا، ممكن نعمل له رجيم ساعتها، فلازم نعمله ايه؟ فود تاني. انت لما كانت بتعمل رجيم وبتخس، هو ده السبب. فهمنا ولا ايه؟ تاني اهو الانواع ثلاثه، رقم واحد ستورد فود يعني بالعربي خزين، هي نفسها كلمه ستورد ميتابوليك برودكت. رقم واحد كربوهيدرات بخزنه في صوره ايه؟ جلايكوجين، اسمها جلايكوجين ايه؟ جرانيول. رقم اثنين ليبت دروبلت اهي. رقم ثلاثة سكريشن جرانيول، او صح بروتين جرانيول، في نفس المعنى. نبدا بالكربوهيدرات. فكر عندك السؤال ده، السؤال ده هيجي لك في امتحان كومبير اهو، هعمله لك كومبير. ايوه بالاثنين دول كومبير،
وبعيد تاني كلمة كومبير تكون في جدول. كومبير بتوين الجلايكوجين جرانيولز انت ليميت دروبلت. اول حاجة الصايد كلكم عارفين الجلايكوجين موجود فين؟ في المصر في الليبر في المصر عند المصر الكتاب يا جماعة انا شاكل الكتاب برضو مقطعش ورق من الكتاب هو مكتوب كده على شكل مقارنة هو كتاب كاتبه على شكل مقارنة نقول تاني السايت بتاع الجلايكوجين موجود فين؟ في الليبر والمصر المصر بال ال ام ما تسرقش بال اتش اند اي وانا معقول قبل كده عشان ايه؟ للسول باي ووتر صح؟ هو ال اتش اند دي عباره عن ايه؟ نعملها ازاي؟ السبب اللي هو عباره عن بودره بحطها في ميه وارد الميه كده انت عملت ال اتش عملت الاي واحطها على الخليه هتعمل ايه في السكر؟ هتدوبه وهيعيد بالجلايكوجين يعني سكر لما تحط عليه صبغه اسمها اتش ان دي فيها ميه هتعمل ايه في السكر؟ هتدوبه هيدوب طب نعمل ايه؟ نجيب ستين ثانيه حاجه اسمها هيستو كيميكال هيستو كيميكال ستين ودول صبغتين واحده اسمها بيستس كارمين وواحده اسمها بي اي اس اكتب عليها هيستو كيميكال اكتب عليها هيستو كيميكال يعني ايه هيستو كيميكال؟ ماده مش ملونه بحطها على الخلية لو الخلية فيها كربوهيدرات هتتفاعل مع الخلية وتديني لون يعني البيستس كارمين هتديني لون احمر ريد والبي اس هتديني لون احمر غامق اسمه ماجنتا ماجنتا يعني احمر غامق ولما سبتها صارت لي نقط صغيرة مينيوت بارتكلز مينيوت او مينيت اتنين صح نقط صغيرة عشان كده سميناها حبيبات اعيد ال ال ام تاني كانت بي سين باي اتش ان دي هتقول لي ليه؟ السوق باي ووتر يجي لك في الامتحان لما تفسر ليه مش ينفع اسبخها بالبرفل او ليه مش ينفع اسبخها بالاتش ان دي الاتنين نفس المعنى اكتب اتش ان دي برفل الاتنين نفس المعنى ليه ما بتكسرش بالبارافين او ليه ما بتستضيفش من اتش ان دي عشان بيحصلها ايه؟ سوق باي ووتر لازم ادور على ايه؟ على حاجه ثانيه عملت حاجه اسمها ايه؟ هيستو كيميكال ستين بشرحها لك يعني ايه هيستو كيميكال ستين؟ يعني ماده غير ملونه بتوع الباي اللي اخترعوها الماده دي لو حطيتها على الخليه والخليه فيها كربوهيدرات هتتفاعل مع هذه الكربوهيدرات تكسرك باللون الايه؟ اما الريد مع البيستس كارمين اما الماجنتا مع البي اس طب لو ما فيهاش كربوهيدرات هتديني ايه؟ ولا حاجه مفيش تفاعل نيجاتيف بنسميها نيجاتيف ساعتها زي ما الباي بقى زي ما الباي ما بيسموهش نيجاتيف طب لما سبقتها بالبيستس كارمين او بالبي اي اس ظهرت ايه؟ مينيوت بارتكلز مينيوت بارتكلز طب كده نسبقها بالاي ام لقيتها الكترون دنس يعني ايه الكترون دنس؟ غامقة سودة بس في احتمالين اما الاقيها عاملة زي الوردة كده عاملة زي الوردة بنسميها بيتا روزيت صلحها عندك بيتا روزيت ناقص حرف الار اسمها بيتا روزيت روزيت يعني ايه؟ وردة وردة شبه الوردة ايوه او الاقيها اكبر بس مش عامله ورد اكبر وخلاص فبسميها الفا بارتكلز ما تعرفش تحفظ كلام الكتاب كتير هتقول كده في الامتحان الكترون دنس دي مهمه جدا يعني الكترون دنس غامقه ميبي بيتا روزيت اور الفا بارتكلز وشكرا لحد ما نخدها بالتفصيل في الليبر في مصر اقول تاني بالايه بتظهر ايه؟ الكترون دنس يعني غامقه بيتا روزيت اور ايه؟ اسمها كلمه اجريجيت كل شويه يكتبها يعني ايه اجريجيت؟ متجمعه اما تتجمع شكل ورده يبقى اسمها ايه؟ بيتا روزيت او لارج اجريجيت يعني تجمعات اكبر من الورده يبقى اسمها ايه؟ الفا بارتكلز نخش بعد كده على الليمت
قلنا اول ايتم ايه؟ السايت رقم واحد في حاجه اسمها اديبوز تيشو، النسيج الدهني تحته في الاناتوم، في حاجه تحت السكن ايوه اسمها سوبرفيشيال فاشيا، دي عباره عن ايه؟ عباره عن دهن تحت الجلد، اديبوز تيشو يعني دهن، نسيج دهني تحت الجلد. رقم اثنين ادرينال كورتكس، فاكرينها؟ قشرة الغدة القصرية اللي بتصنع دهون اسمها ستيرويد. رقم ثلاثة ليفر، صلحها عندك، ناقص حرف الار. لا صلحها؟ لا ليفر سيلز، دي كتير قديمة ليفر سيلز. يعني ليفر سيلز؟ الكبد. هو الكبد بيخزن جلايكوجين وبيخزن ايه؟ ليبر بيخزن الاثنين، الليفر بيخزن الاثنين. جيت بالال ام نفس القصه، مش هتكسبك بالاتش ان دي. ليه يا دكتور؟ قال لك عشان بستخدم الكحول، الكحول، واكتب جنبه كمان ماده ثانيه الزايلون. الاثنين بيدوموا الفاء زايلون، فاكرينه؟ اللي هو اكس واي ال او ال. هجي لك الامتحان برضه، ليه ما بستخدمش البارافين مع الليبت؟ ليه ما بستخدمش اتش ان دي مع الليبت؟ هتقول ايه؟ السولف لازم باي ايه؟ كل او زايلو الاثنين صح. ونفس القصه ما تسبقش من اتش ان دي، هتدوروا على ايه؟ اكتب عندك هيستو كيميكال ستين، هيستو كيميكال ستين، واحده اسمها سودان 3 تصبغه ايه؟ اورنج، وصبغه اسمها سودان بلاك هي واختها اسمها اوزميك اسيد او اوزميوم تتروكسايد، اي كان مكتوب عندك ايه؟ هتصبغها بلاك، يبقى عندك سودان 3 هتصبغه اورنج، كلها شرايح نشوفها في العمل. سودان بلاك او اوزميك اسيد تصبغه ايه؟ اسود بلاك. اوزميك اسيد نفسها اوزميوم تتروكسايد، مكتوب عندك ايه؟ اوزميوم. ماشي خلاص يا سيدي، اوزميوم هنا ساكن من اوزميك اسيد. بالاي ام دايره فاضيه، حتى مش المفروض ما تسميهاش كده اصلا، ده انا بلاقي كده حته في الخليه لونها ابيض هنام ممبرينوس، بسميها ايه؟ هوموجينوس الكترون لوسنت فاكيول. عارفين يعني فاكيول؟ فجوه. فجوه يعني فجوه؟ حته فاضيه. لا مفيش حته هنا، حته فاضيه، وعندي كلمه فجوه كده، فجوه يعني حته فاضيه، يعني الخليه كلها متلونه بالابيض والاسود، ولقيت حته ايه؟ ابيض ساده، هوموجينوس يعني ساده، لكن عكسها ايه؟ هيتروجينوس معناها ابيض في اسود، الاثنين مع بعض دي هوموجينوس، يبقى دي كان غامق وده كان فاتح. تمام كده؟ طب نقارن كده بين الولاد والبنات، عايزين ناخد ايه ده؟ قولوا لي ايه مكان اللي بيت موجود في جسمنا؟ صوت عالي. اديبوز تيشو، ادرينال كورتكس، وليفر. قولوا عليه ليفر ومصر، ليفر ومصر. بالال ام ببدا بالكومن ستين اسمها ايه؟ تاني كانت بي سي. ليه؟ للسولف باي الكو سولف باي ووتر. تمام، هعمل هنا هيستو كيميكال ستيت، سودان 3 اورنج، سودان بلاك لانت اوزميك اسيد بلاك. بيستس بيستس كارمين وايه؟ والاي بي سي يظهر ريد او ماجنتا، كتير واحد على فكره ايه احمر وايه احمر غامق، اسمه ريد او ماجنتا. دي كده بقى الاي ام ظهرته ايه؟ هوموجينوس الكترون لوسر ابيض ساده، ما تظهرته ايه؟ الكترون بس لكم شكلين بي بي الفا ورده، بيتا روزيتا، بيتا روزيتا، بيتا روزيتا او الفا برضه. بص السؤال بس، كومبير بكوين الجلايكوجين انت ليبيد دروبلت الثالثه ولا اي حاجه خالص، سكريشن جرانيولز عباره على شويه ميوكس، يعني ميوكس مخاط على شويه هرمونات. ايوه الخليه بيحصل لها ستيميوليشن، حد يقول لها افرزيهم فتفرزهم،
بس بتفرزهم بطريقه غريبه قوي. بلسطاين مكتوب عندك فيريو ديكالي، عارفين يعني فيريو ديكالي؟ يعني بتفرزهم مره واحده، لا تفرز شويه وتقف، تفرز شويه وتقف. فيريو ديكالي يعني بالعربي على فترات. اكتب المصطلح العلمي ريليز انتو ذا اكسترسيلولار انفايرمنت، عارف مكانها ايه؟ Exocytosis. Release into the extracellular environment. أكيد مكانها exocytosis. الحاجة الثالثة يا جماعة مش مهمة. أسمين الخلية اللي هتخزن جواها بطريقة تفرزه براحة. ده روتين ده غالي. بيقول لك ده موجود فين؟ اللحم. بيقول لك 80 جنيه ولا 90 دلوقتي ولا 100. فالخلية عمرها هتخزنها تفرزه براحة. فدي حاجة نادرة قوي. انت كده مكتوب على تحت السطرين كده كلام قراية. نقول تاني. الحاجة الثالثة ايه تاني؟ بص معايا اهو. بروتين. اسمه ايه؟ سكريشن جرانيول. يعني حبيبات جوه الخلية هتعمل لها ايه؟ سكريشن. الحبيبات عبارة عن ايه؟ ميوكس على هرمون. ايه اللي هيحصل؟ يجي للخلية اوردر. استيميوليشن. تقوم تعمل لهم ايه؟ ريليز. بس بيريوديكالي. مش مرة واحدة. مش وانس. لا ده على فترات. نبع كده البيجمنت. يعني مين مش شغال؟ حاجة متلونة جوه الخلية. ألوان جوه الخلية. ودي ميزة على فكرة. يعني أنا أقدر أشوف من غير ما أسبخها. هتعمل سيكشن والخلية متلونة جاهزة. يعني الـ RBCs ممكن أشوفها من غير ما إيه؟ أسبخها. لكن الخلايا الدم البيضاء؟ لازم بيضة. لازم تتسبب عشان تتشاف. أقول تاني. بيجمنت يعني حاجة متلونة جوه الخلية. حبيبات ملونة. أول حاجة إيه؟ endogenous. اكتب لي جنبها formed by the cell. endogenous يعني اتكونت جوه الخليه. طبعا ده مش هيكون بالتفصيل. يعني كده رقم واحد ايه؟ the most abundant. abundant يعني كتير كتير. and the most important pigment in the body. طبعا فده اهم حاجه في الجسم. الهيموجلوبين موجود فين؟ الرابسيز. الرابسيز معايا خلاص دي هتطورها ضد بلاد سيلز. لونه ايه؟ احمر. سطرين طبعا ولا اي حاجه خالص. ده احنا هناخده بالتفصيل في شفر اسمه ايه؟ بلاد. انت مطلوب منك تعرف النهارده ان الهيموجلوبين ذا موست اباندنت اند امبورتنت بيجمنت ان ذا بادي. بريزنت فين؟ ار بي سيز. ار بي سيز ولونه ايه؟ ريد. اطلع كده على الميلانين. قال لك موجود في ثلاث اماكن. ده كلام جديد. رقم واحد في السكن. رقم اثنين في حاجه اسمها ريتنا. شبكيه. شبكيه العين. في حته في الريتنا اسمها بيجمنت ايبيثيليا. مش مهم ما تزعلش. قول ريتنا. قول ريتنا. رقم ثلاثه في البرين. في حته في البرين لونها رمادي. في حته في اسمها جراي ماتر مش هدعوا بيها. لا ده في حته في البرين لونها اسود سموها سابستانشيا نيجرا. سابستانشيا يعني سابستانس الماده ونيجرا السوداء. السوداء نيجرو. نيجرو يعني اسود. الماده السوداء. في حته في المخ لونها اسود. لازم احفظ اسمها طبعا سابستانشيا نيجرا اوف ذا برين. قول يا دكتور. ايوه النظاره اخر واحد خالص. قول لي يلا ايه يا مد الميلانين؟ سكن ريتنا. لو سبت كلمه ريتنا تكتب ايه؟ اي اي. حابب ما تاخد كلمه ريتنا هناخدها مره واتنين وثلاثه. اي. رقم ثلاثه ايه؟ برين. سمعت برين؟ طب استنى مش هنجم. طبعا يا جماعه السكن والاي والبرين هناخدهم السنه الجايه في سنه تانية. هفضل سايبك السنه دي لحد ما تعرف وظيفه الميلانين ايه. فلا ما تدي وظيفه الميلانين دلوقتي لكن هناخدها بالتفصيل السنه الجايه. عارفين السكن بتعمل ايه؟ تحميني من الصن ريز. هي تعرف شفت فيها حاجه ضاره؟ اه اسمها ايه؟ الترا فايولت ريز. الاشعه الفوق بنفسجيه اللي بدات تزيد بعد ثقب الاوزون هي الترا فايولت ريز. يبقى رقم واحد هيحميني من الصن ريز. ازاي يا دكتور؟ يا ابني ما هي حبوباتها ايه؟
اسود والاسود بيعمل في الضوء بينتصر مش هيعدي جوه ينتصر ويختي كده مش هيعدي بعد كده يبقى بروتكت ذا سكين فروم الالترا فايلوت ريز او سان ريز. طب في الاي قال لك بتمنع بليرنج اوف فيجن اكتب عليها الزغلله يعني عايز تشوف كويس ما دخلته ازاي انت خدت الاي قبل كده امتى مش خالص ولا في رابعه ابتدائي حتى اي حاجه بص يا جماعه العين ببساطه عباره عن شباك ازاز شباك ايه لو الضوء كتير مش هتشوف كويس ازاي يا دكتور ده كل ما الضوء يزيد خير وبركه لا يا حبيبي لو انت سايق العربيه بالليل واحد ضرب في عينيك النور العالي قلت له بركه مش هتشوف حاجه خالص صح كده مش هتشوف حاجه خالص فنفس القصه برضه الضوء لو دخل كتير هيعمل زغلله في العين فربنا عمل ستاره ملونه عشان تعمل ايه تمتص الضوء وما يدخلش على قد الطلب اسمها بريفنتيف ليرنج اوف فيجن معناها بالعربي الزغلله هتفهمها بالتفصيل السنه الجايه لما ناخد تركيب الاي بس ببساطه شديده ليه حطينا في الاي ميلانين بيجمنت وبقى لونها اسود عشان تمنع زغلله العين ايه فكرتها لو الضوء كتير دخل عينيك مش هتشوف حاجه فهمنا لا تكون ضوء داخل على القد بالظبط مين هيمتص الضوء الزياده الميلانين بيجمنت طب المكان الثالث ايه يلا يا جماعه دور بقى دي حسبه هكتب كده الوظيفه الثالثه طب لاحظ عندك كم مكان للميلانين ثلاثه ايه هما سكن عملها وظيفه بروتكت ذا سكن فروم السن ريز المكان الثاني ايه ريتنا عملها وظيفه فيجن عشان نشوف كويس بريفنت بليرنج اوف فيجن الحاجه الثالثه ايه ما عملهاش وظيفه ما عملهاش وظيفه of unknown function unknown مش مضعش عليك substantia nigra ليه فيها ميلانين دي unknown مش معروف لسه ليزوسين بيجمنت ايه الاسم الغريب ده ده احنا كاننا خدناه قبل كده ركز معايا بنعيد المعلومه تاني حد فاكر الليزوسوم كانت نوعين برايمري يعني اليونيفورم لسه متصنعه سكندري يعني اتحدت مع ثلاثه اما فاجوسوم بيلوساتوتيك فيسيكل اوتوفاجوسوم وكان في نوع رابع قلت لك اكتب لي عليه فين ثانيه واحده في الفين لو الحاجه دايجستد يحصلها ايه ديفيوز يعني ايه يا دكتور الليسوم قدرت تهضم الحاجه اللي جواها فكسرتها للمواد الاوليه للنيوتريان يحصل لها ديفيوز من الممبرين تروح فين السيتوبلازم ريسايكل تستخدم مره اخرى اكيد في احتمال ثاني ايه ان دايجستابل ما اتهضمتش يوم يحصل ايه حد فاكر ريتيند تتحجز يبقى اسمها ايه ريزيدوال بادي قلت لك معناها بالعربي ايه رواسب شيء طبيعي يا جماعه الجهاز الهضمي يهضم الحاجه ما اعرفش يهضمها يحولها لايه رواسب حاجه ترسبت ينفع يحصلها ديفيوز لا تفضل محتجزه جوه الممبرين واسميها ريزيدوال بادي لو الخليه دي لونج ليفت عمرها طويل كل ما يتكون ريزيدوال بادي عشان تسميهم كسبهم التنقلات في كل الخليه بجمعهم في مكان من الخليه ساعتها اسميهم ايه ليبوفيوزين بيجمنت وده بيحصل في خلايا عمرها طويل زي مين الكاردياك ماسل والنيرف واكيد بتفيد مع ايه مع الايه دي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه حاجه زي السبت حاجه وحشه جدا تخيل كده يا جماعه ركز معايا اهو شدوا قاعدين على كراسي سليمه هو ده مصر في الخليه وانا بتولد كل ما كرسي يتكسر بقوم صاحبه كده واخليه يقف واعمل في الكرسي ده احاول اصلحه ما تصلحش احطه في جنب كل يوم قلت لك الكراسي متكسره بتزيد لا هنعمل ايه هنزنق في ليه داخل الخليه صح وده كمان عشان تقوم وظيفتها ودي احد الايجنج بروسيس عملية شيخوخة طبيعية في الخلية الجسمية وجود ليبوفيوزين بيجمنت ده بتمرض ده طبيعي مع الحاجات اللي تدخل الخلية ما ينفعش تتهضم بتتراكم اسمها ليبوفيوزين بيجمنت بس كل الفكرة لقيت لونها شبه الليبن عشان كده سميتها ليبو لونها بني مصفر يلوش براون اقول تاني جلاكيت تاني مرة في الكتاب
شرحها مرة وبيشرحها النهاردة تاني بس بطريقة مختلفة لعل تفهم. يعني بص معايا، يعني ايه ريبوفيوسين بيجمنت؟ كده معنى اول جملة ايه؟ اهي indigestible، حاجة ما اتهضمتش فاصبحت ايه؟ ديبوزيتس. يعني ايه ديبوزيتس؟ رواسب. وجاية من ايه؟ من دي. هتقولي دي اسمها ايه؟ اهي سكند لايسوسوم. بقى في اول سطر جاية من السكند لايسوسوم، عبارة عن رواسب ما عرفناش نهضمها. indigestible ديبوزيتس او سطر. الاحتمال التاني بقى قول التعريف التاني، عبارة عن اتحاد مين؟ بعيد المعلومة تاني. فيوجن اوف سيفرال ريزيدوال بودي. حتى فكرة صوتها كلمة فيوسين اهو، فيوجن خليك تاني اهو. اف يو اس يعني فيوز. فيوجن اوف سيفرال ريزيدوال بودي. لونها ايه؟ يلو سبراون، شبه الليبن. يلو سبراون موجودة مين ليك مين؟ لونج ليفد سيلز زي الكاردياك والنيرون. انكريز الكوانتيتي مع مين؟ مع الايه؟ سهله يا جماعه. ليبوفيوسين بيجمنت في غايه الاهميه. تاني مره تتكتب قبل ما تذاكرها، هات الاول اللايسوسوم. عندي نوعين من اللايسوسوم، نوع اسمه برايمر ونوع اسمه ايه؟ سكند. سكند المفروض تلات انواع بس سكند، واحد مع الفاجو، واحد مع البينو، واحد مع الاوتوفاجو. بعد ما اتحد مع التلاته دول في حاجه اسمها فيت. لو هضمهم الموضوع خلص وانتهى، مش هشوف حاجه. لكن لو ما اتهضمتش يبقى اسمها ريزيدوال بادي. الخليه عمرها طويل، فكل يوم وتاني يتراكموا، يوم يعملوا حاجه جديده اسمها ليبوفيوسين بيجمن. ليه اعتبرناها بيجمن؟ عشان اصبحت ملونه، لون بني مصفر. تعرف كده كده السؤال ده امتحان ده جه السنه اللي فاتت. بما تفسر بريزنس اوف يلو براون بيجمنت ان اولد ايج سيلز؟ هتقول له ايه؟ ليبوفيوسين بيجمنت. وتكتب لي عنها اي سطرين عجبوك. عبارة عن فيوجن اوف زيد والبادي، عبارة عن انديجستبل ديبوزيتس اوف سكند لايسوسوم. فهمنا؟ لما اقول لك ليه الخلايا اللي عمرها كبير فيها يلو سبراون بيجمنت، عايزك تكتب كلمه ايه؟ ليبوفيوسين بيجمنت. فهمناها؟ بما تفسر الاولد سيل، الخلايا اللي عمرها طويل، خلايا القديمه بلاقي فيها يلو سبراون بيجمنت، هتقول له ايه؟ ليبوفيوسين بيجمنت. كده احنا خلصنا الاندوجينس. اشيلهم اول واحده اسمها ايه؟ هيموجلوبين اين. رقم اثنين ميلانين. رقم ثلاثه ليبوفيوسين. ثلاثه بيجمنت هم. ندخل على الاكسوجينس. ده رقم واحد كاروتين. حد يفكرني يعني ايه اكسوجينس؟ جاي من بره. طب لو انت هيجي لك بيجمنت من بره، في احتمالين، لا تاكلها لا ايه؟ تستنشقها، تشمها، مفيش مشكله. تاكلها هي الكاروتين. يبقى الكاروتين تيكن ان فود. ويعني ايه تيكن ان فود؟ تاكلها وتشربها عصير، الاثنين صح. تيكن ان فود. ايه المنتجات اللي مليانه كاروتين؟ كاروت، او كتب قبلها فيتامين اي ريتش فود. الحاجات الغنيه بايه؟ فيتامين اي. طب الكاروت بس؟ اي حاجه اورنج. طب زي البرتقال. ايه؟ حرام يوسفي. حرام. وزن يوسفي او استفندي زي ما تحب تقول يعني. طب فين قصته ايه الاول؟ وزير الزراعه ايوه اسمه يوسف افندي. فكنا احنا نعرف البرتقال بس، فجابنا المنتج الصغير الجميل ده فسميناه يوسف افندي او يوسفي او استفندي او معرفش ايه. طب ايه كمان؟ ايه كمان؟ ايه كمان على يوسف ولا على ايه؟ الطماطم. فيها اورنج بيجمنت. والبطاطا ده غنيه الحاجات دي. خلاص ادي كلها مليانه فيتامين ايه. بالظبط انت تكتب الكاتب في الامتحان يعني. مركز معاك في النقطه دي. يعني يا دكتور لما انا باكل الجزر حبيبات الكاروتين دي الجهاز الهضمي يمتصها ويبعتها تدخل فين؟ جوه الخلايا ويلون لك الخلايا اسمه الكاروتين. عشان كده قال جمله بعدها اكسس كاروتين انتيك. يعني واحد بياكل جزر كتير، واحد بياكل الحاجات احنا قلنا عليها مانجا، المانجا والطماطم والحرنكه، الحاجات دي كلها لو كلتها كتير هتخلي لون الجلد اصفر. كلر اوف سكين يلو. ازاي
حسب بابا يعني. ليه؟ كوتش طبعا انت مش محتاج. كده دكتور الهبل ده. يعني مع عضلات الجسم كتير. لون جلد هيصفر؟ اه والله العظيم هيصفر. واحد لك كده. حتى مش قال كانت تشينج، قال تشينجز. حقيقة وقع. ده بسبيتال يا دكتور. عارفين يا جماعة كده ده سكيد مسؤول عنه ثلاث حبيبات. لون الجلد ده عبارة عن ثلاث حبيبات. حاجة لونها اسود. اسمها ايه؟ ميلانين. وحاجة لونها أحمر. هيموجلوبين. وحاجه لونها اورنج او اصفر اللي هي الكاوتين وبقتل ضغط في بعض لو انت زودت الاسود هتروح من كده ده لو افريقيا خلاص الموضوع خلص ينفع الاحمر والاصفر يظهروا لا ده بيطلع فوق في اوروبا بتقلل الاسود مين هيظهر الاحمر لو الشخص ده عنده انيميا يعني قللت الاحمر وقللت الاسود بقول لك وشك ايه اصفر وشك مصفر ده انت هتاخد في البطنة لما تلاقي واحد عندك لونه اصفر وداخل عليك اول حاجه تساله انت بتاكل جزر كتير بتاكل مانجا كتير ده اول حاجه انت سمعت هذا السبب رقم 2 تحلل له انيميا قالت لي عنده انيميا تحلل له حاجه اسمها صفرة تلاقي عنده مريض الكبد واحنا في مصر مين صفرة يعني مدام مريض دخلك لونه اصفر 90% عنده كبد تساله انت عندك كبد ولا لا في الاخر ما تسالش اصلا بتاكل جزر ولا لا ما حدش فينا بياكل جزر اصلا معروف كده انا باكل جزر برافو عليكم انا بس اثبت لك بس كلام مش كذا فعلا اكسس كارتون انديك هيخلي اللون شكل الجلد ايه؟ اصفر بس هو كوكتيل مع بعضه لو جبت بتاع جنوب افريقيا وقعد ياكل جزر من هنا لحد امبارح مش هيصفر لان هو عنده ميلانين ايه؟ قافل لكن لو انت قللت الميلانين فالاحمر بدا يظهر لو قللت الميلانين والاحمر هيبدا مين يظهر؟ اصفر فعلا وشك اصفر دي مشهوره جدا في البطنه واحد قال لك وشه مصفر احمر ايه بالظبط يا دكتور ايه الاسباب الكارب لما بياكل غزل كتير ان هو يكون عنده انيميا الحاجه الثالثه يكون عنده حاجه اسمها صفرة اللي هي بتاعت الكبد وليه الصفرة دكتور ازاي نزود الاحمر ازاي نزود الاحمر والحاجه كل لحمه كتير مش هزود اللحمه كتير هزود الحديد هتصنع ايه اقول لك شمال اوروبا يا عم هتطلع اوروبا ادخل على الكربون الكربون ده يدخل جسمك ازاي عن طريق النفس بيدخل مع مين مع السموكينج السموكينج يعني التدخين ويز سموكينج الكربون بارتكلز هيعمل ايه في الرئه هيسودها يا جماعه الرئه المفروض لونها الحقيقي تبقى روز كده حاجه بينك شوف بقى النمر شوف الاناتومي هتلونها اسود الاسود ده سبب الفورمالين رقم واحد عشان عارف الفورمالين كتير رقم اتنين الايه؟ التدخين سموكينج اللي هو بتشرب وبعد ما الناس بتدخن بس معلومه حلوه جدا يعني يا دكتور لازم الكربون يدخل عن طريق نفس قال لك لا ينفع يدخل عن طريق الجلد هحقنه في الجلد واعمل حاجه اسمها التاتو الوحش هو تاتو هو تاتو هو تاتو يا دكتور هو عباره عن ايه البتاع اللي تحين دي طبعا عباره عن كربون بس احنا نقدر نلونها ممكن تبقى اخضر ممكن معرفش بقى الا لون جدا اللي نازله في السوق بس هي كان في بنفسجي في بنفسجي اهو يا ديد يلا المهم ان الكربون ممكن انتروديوس يعني يتحقن تحت الجلد وده ما يطلعش الا بميه النار او ايه او الليزر ربط على فيلم طب حنا لما حط لما كنا لازم صوتها عم تعرف على كان بميه نار ولما كرهها بقى فرايح تشوف ميه نار تاريخ بس ايه لا بنسمعها يا دكتور انسى انسى هقول تاني كاربون بارتكلز كان بي انتروديوست ان ذا سكن بحاجه اسمها ايه مكتوبه تاتو ماركس ايه ده رسم الحنه اللي بلزق رسم الحنه بتاع الرماسيه مع الوقت هيطلع ده عباره عن رسم حاجه فوق الجلد ده التاتو ده لا ده حقنها حقنها جوه الخليه والخليه كل ما تنقسم ميتوزس تورثها لعيالها وما تروحش نهائيا كلمه سميه تاني التاتو الوشم ده ما يروحش خالص ده متحقق داخل الخليه ده بيدور ولا بس حرام ما حد اسمه حد اسمه يعني اتورث يا ابني هنا يا ابني
لا حلوة حلوة حلوة. يا جماعة أنا قصدي إيه؟ قصدي إيه؟ عشان واحد يقول يا دكتور خلايا الجلد بتجدد نفسها. خلايا الجلد بتجدد نفسها. ليه بقى؟ عشان فترة مش يقع مع الخلايا بتموت. لا يا ابني، الخلية بتنقسم ميتوزس ضد خليتين وبعد كده تطلع لفوق. فالخلايا على طول ايه؟ لا ما بيدخلش في الدم. لما بيتحقن بيتحقن في الجلد فقط، في الطبقه اللي فوق اللي اسمها البشره دي، ما فيهاش دم. لو حقناه جوه هيدخل في الدم ساعتها، ده ما توكسش، ما ينفعش. لو بيتحقن في الطبقه اللي فوق اللي اسمها ايبيديرمس ما بيدخلش تحت. لو اتحقن في الدم لا، ده هيوسخ الجسم كله في ساعتها. لا ده هنعمل فيها دكتوراه، هنعمل فيها دكتوراه. يلا يا جماعه، بس رقم 3 كريستال. كريستال احنا قلنا عليها حصوات. طب بعض الخلايا زي خلايا اسمها سيرتولي، هفكرها خلايا سيرتولي والانترستيشال سيلز، الخلايا البينيه. الخلايا البينيه موجوده في التستس والقصه. موضوع في غايه الاهميه سيرتولي سنتر، ودايما في سيرتولي سنتر دي يا دكتور الطلبه كلها عامله دكتوراه في الاورجانيلز من 3 سنين في الانفولوجيا. واول سؤال يقول لك يعني ايه؟ يقول لك يعني ايه؟ قول لي تعريف الانفولوجيا ايه؟ يبدا بقى الطالب يترجم بالعربي. محتوى جوه الخليه يا ابني، قول التعريف. هات لك التعريف. نون ليفنج. نون بيرمننت يعني تمبوراري. نون ليفنج. نون ميمبرينس. نون ميتابوليك اكتيفيتي. نون ميتابوليك اكتيفيتي. يبقى 4 نوع. كم نوع؟ 3. رقم 1 خفيف. ستورد فود. رقم 2 بيجم. رقم 3 كريستال. واحنا القصه مش مهمه خالص. اخر حاجه هناخدها رقم 3 سايتوسول. يعني ايه سول؟ سوليوشن. سول يعني سوليوشن، وسايتو يعني خليه. حاجه اكتر من ايه تعريف السايتوسول دوت؟ كلويد سابستنس. عارفين كلويد؟ جيلي، ماده غرويه شبه الغره. كلويد يعني جيلي لايت. جيلي لايت كومبوننت اوف ذا سيل. هنحط فيها ايه؟ بقيه مكونات الخليه اللي هي الاورجانيلز والسيتوسكيلتون والانكلوجن. ار سسبندد يعني معلقه. يمثل 50% من حجم الخليه. وظيفته ايه؟ دي انا اهو بنفس الخليه. يبقى احنا عملنا ايه؟ حطيت الاورجانيلز وحطيت السيتوسكيلتون وحطيت الانكلوجن، هم بيصبوا فوقهم ايه؟ ماده زي الغيره كلويد سابستنس. ايه اهميتها؟ 1 و4 وصفه واحده على فكره. اكتب عليها ترانسبورت. 1 و4؟ اه 1 و4 نفس الوظيفه. ترانسبورت نقل. ركز معايا. لو احنا حبينا نوفر ورم السيتوبلازم ده بره، اللي هو السيتوسول ده بره، وخليت الخليه عباره عن اورجانيل وسيتوسكيلت وجن بس، شوف كده لازم بعضها. مفيش شوارع، همشي ازاي؟ انا قلت لو عايز امشي همشي مدينه بس ما اعرفش امشي، مش عارف اعمل ايه؟ ترانسبورت، فكان لازم اعمل شوارع. وبعدين قلت ما نخليها سبيس فاضي، كده مش هنخليها تنضغط. فكان لابد ان انا احط ايه؟ السيتوسول. اهميه السيتوسول يا جماعه ميديم وسط عشان الحاجات تتنقل فيه. فلو الحاجه متلزقه في بعضها هننقل ازاي؟ نمشي ازاي؟ لو الار يار عايز يروح حاجه البولج هتبعتها فين؟ مفيش سبيس. فكان لازم نحط ايه؟ هذا الفلويد. وبعدين احفظ الشيمه الاخيره رقم 1. بتاعتك ايه؟ movement of organelles اللي هنا ساكنة ترانسبورت. بص على رقم 4. لو في سيجنال جايه من السلم من بين عشان تدخل جوه الخليه هتمشي فين؟ ما انت قفلت عليها السبيس. صح ولا غلط؟ مقتنعين يا جماعه؟ لو انت ملزق الاورجانيلز في بعضها انت كده وفرت سبيس. لكن ما عادش عندي وسط امشي فيه، مفيش شوارع امشي فيه، انت قفلت عليا كل حاجه. فما عدتش عارف اعمل موفمنت اوف اورجانيلز، ولا عايز اعمل عارف اعمل ترانسدكشن يعني توصيل. ترانسدكشن توصيل السيجنال من السيل ميمبرين اللي جوه الخليه. رقم 2 مسؤول عن الفيسكوزيتي. مكتوب عندك كونسيستنسي. لزوجه. مسؤول عن لزوجه الخليه. فيسكوزيتي. الوظيفه الثالثه تحفظ لي كلمة جلايكوليتك. عارفين يعني جلايكوليتك؟ لا. بتكسر السكر وتطلع منه ايه؟ هتعرف؟ انرجي. المعلومة دي يا دكتور؟ اه اسمع المعلومة الحلوة دي. بص معايا.
لو انت عندك اكسجين، عندك اكسجين الميتوكوندريا تاخد السكر وتحرقه وتطلع منه اي تي بي كتير، يسموها التنفس الهوائي. لو انت ما عندكش اكسجين الميتوكوندريا كده وقفت. مين بقى اللي اشتغل؟ السيتوبلازم العادي، يعمل حاجه اسمها جلايكوليسيس او جلايكوليتيك باسواي، يكسر السكر وطالع منه كل كام اي تي بي، اثنين اي تي بي. وفي مشكله ثانيه بيطلع ماده اسمها ايه؟ لاكتيك اسيد، بتعمل الم. يعني بيلعب رياضه كده وهو يجري، ساعه ما يلاقي الم يعرف ان الاكسجين عنده قل، بدا الباسواي ده هو اللي اشتغل فيطلع لاكتيك اسيد، بس توقف الجري. بعد شويه اللي يحصل؟ ياخد اكسجين ترجع تجري تاني. لكن لو فضلت تجري وفي لاكتيك اسيد ده هتعمل مشكله جامده. لا مش هو صد عضله خالص، صد عضله معناها ماسك كانسر. اقول من الاول تاني، ايه وظيفه السيتوسول؟ واحد واربعة ايه؟ بس ترانسبورت للايه؟ الاورجانيز. وترانسبورت للايه؟ السيجنال. واحدة ايه؟ فيسكوسيتي، او كتبها ايه؟ كونسيستنسي. اخر واحدة ايه؟ جلايكوليتيك انرجي. استنى قبل ما نكمل، ما خلصت خلاص. بس يا جماعة اقسم بالله انا مش حافظ الكتاب كاتب ايه في السيتوسول. وانا بشرح ليا سنين. انا ما بحفظش، انا فاهم. يعني رقم واحد ترانسبورت في ايه؟ اورجانيز. مش فاكر هو كاتبها ايه؟ دي مثلا عايز يكتبها. مش بقى يلا يقعد يحفظها بقى. لو كانت ايه الكوردينيت؟ ايه؟ ايه الكوردينيت؟ ايه؟ ما لهاش اي قيمه، اكتب عليها خالص. السيتوسول عمره ما جه في الامتحان لحد دلوقتي. هيجي لك في اعمال السنه، هيجي لك في اعمال السنه. هي المشكله فين يعني؟ اشرح السيتوسول. حكي لي اقول لي تعريف تاني. كلويد سابستنس يعني غيرك هحط فيه ايه؟ اورجانيل وسيتوسكيلتون وانكلوجن. يمثل كام في المية من حجم الخلايا؟ 50%، ده نصها، نصها فلويد اسمه سيتوسول. ليه كام وظيفة؟ أربعة. رقم واحد وأربعة ترانسبورت أوف أورجانيلز أو أوف سيجنال. ثلاثة فيسكوزي مسؤول عن اللزوجة. أربعة يديني طاقة أهو إنرجي اسمه جلايكوليتيك باسواي، يحتوي على الإنزيمات المسؤولة عن الجلايكوليسيس. ناخد بس كده دقيقتين ثلاثة. لا مش عليك ولا حاجه، ادوا لك اول ما اخلص على الزوم. طب يا جماعه ما تقعدوا قدام بس كده، فين تقعد اسمع عليكم.